السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي متابعي قناة تربية المعز، معكم أخوكم عبد الحميد، أحبكم في الله. تحياتي لكم الإخوان والأخوات، وتشكركم على دعمكم لهذه القناة وتشجيعاتكم لهذه القناة المتواضعة. والإخوان والأخوات اللي أول مرة كيشوفوا قناة تربية المعز، نقول لهم تابعونا، مرحبا بهم، مرحبا بالجميع. وإن شاء الله راه جيت ندير لكم واحد الفيديو على الزيتون، راه جيت بغيت نحيد شوية الزيتون للدار، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا. وما شاء الله كما كتشوفوا راه خير مولانا، ما شاء الله الزيتون غليظ، وهذا راه الزيتون ديال البور كما كتشوفوا ما شاء الله. هذا الزيتون راه منصانيه تيقولوا له هنايا، هذا كيهرسوه. دابا ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال كيفاش كيهرسوه على حسب الماكله. هذا راه ديال البور ما كيتسقاش، كما كتشوفوا ما شاء الله. هذه راه منصانيه راه كتوجد دابا في شهر 9، دابا اليوم راه حنا دابا 16/9 ومازال ما طاحش الشتاش، الحمد لله راه غليظ، مع جات هنا في هاد البلاصه بارده. والزيتون كامل ماشي بحال بحال، كاين دابا اللي تلقاه ناشف، خصو الماء، خصو الشتا، وكاين اللي ما شاء الله هاد المنصانيه هادي كتصبر العطش، هاهي كتصبر العطش، واني من بعد ما تاني ما كطيح في الارض ما كتصبرش، هي خصها تحيد، هي الاولى، هي اللي كتوجد الاولى. هادي تا هي راه منصانيه، راه هاد العام ما فيهاش، فيها قليل، تا هي ما شاء الله راه غليظه. هذا تيقولوا لي اخي بلانكا، تا هي ما شاء الله راه فيها تبارك الله. هادشي راه بور يا الاخوان والاخوات، راه ما كاين لا ثقيله والو تبارك الله. هو كما كتشوفوا راه جا هنا في هاد البلاصه، فيها الرطوبه ما فيهاش ديك الحراره، كما كتشوفوا راه التركال. راه فيه شي 6 ولا 7 الانواع اللي فهاد، هادي راه تيقولوا ليتشين، هدا ليتشين رقيق شوية وتيدير بزاف لورق، وخايب تا في التحيات ديالو، فاش تبغي تسوسو فاش تلحق وقت الجني، خايب في الجني ديالو قاصح. هنا راه كاين قاع النوع ديال الزيتون كاين هنا، قاع الشجر، مع بكري كانوا تيجربو داك النوع لي خدم في هاد البلاد، صلح في هاد البلاد، راه بداو يغرسوه، وبكري كانوا يديروا كلشي. ليتشين، هذا ليتشين كما قلت لكم، وكاينه منصانيه، وكاينه اخي بلانكا، اخي بلانكا هي هادي. ما شاء الله هادي سياره، هذا هو اللي تنديرو دابا، نهرسوه ان شاء الله الماكله، تنهرسوه وتنديرو معاه الملحه والحامض ونقطعو ديك الفلفله الخضراء تا هي. شوف ما شاء الله على خير مولانا تبارك الله. دابا نعطيكم ان شاء الله الوصفه اللي كنديرو، سنهرسو ان شاء الله ونقول لكم الوصفه ان شاء الله بحول الله. هذه راه ليتشين، هذا الماركه، هذا النوع، هذا الروميريو تيقولوا الروميريو، تيكون طويل هذا. بيكو، هذا بيكو الريموري الروميري هو هذا. شو هذه سبحان الله جات هنا فوق هاد الصفيات، البلاصه اللي فيها الصفا ما كيخليش العروقه
الجذور يهبطوا تحت الارض. هذه راه الروميري، هذه شوف هذه راه مكمشه، هذه راه خصها الماء. علاش مكمشه؟ فيها والده بزاف، والده زيتهم كثير تبارك الله، داكشي علاش مكمشه. وجات ثاني حدا هاد الصفيه هادي، دابا انا تيغرسوا بزاف الزيتون في دوك الاراضي اللي ما صالحاش الزراعه. البلاد كاع اللي فيها كتلقى فيها الصفار بحال هاد الشكل هذا، كتلقى صفيات في الارض، الحجر حجر كثير، ولا تكون ارض بياضي كما تيقولوا عندنا في البلاد. البياضي هو تكون التربه ديالها بيضاء، ديك عندها التربه بيضاء، تيغرسوا فيها الزيتون هنا بزاف. شوفوا هذا راه مكمش، هذا راه خصو الشتا. والله ارحم الله ورحمنا برحمتك، اسقى عبادك يا رب. الاراضي كاع اللي ما كتصلحش للزراعه تيديروها زيتون ما شاء الله، وتيجي فيها الزيتون زين، والبور وما فيهش شي مصروف مصاريف، دابا تصرف عليه، كتصرف عليه كل واحد على قد المستطاع ديالو، كاين اللي تيصرف عليه. هذا راه كان ولد العام، العام الفايت بزاف، داكشي باش فيه الزيتون قليل، هو راه يدير عام بعام. شوف هاد الأراضي راه فيها الحجر، فيها داك الصفي، غير صالحة للزراعة، داكشي باش استغلوها دارو لها دارو فيها الزيتون. هاد البلاد راه فيها تا الدوم، غنوريكم الدوم. هنا ان شاء الله راه غنجيب المعز، شهر 11 غنجيب المعز لهاد البلاد هادي ان شاء الله. هادي تا هي راه بلاد، شوفوا ها الغابه هنا فيها الدوم كثير هنايا، والدوم داير سبحان الله داك التمر. شوف التمر راه كثير هنا ما شاء الله، تعجب المعز هذا. ما شاء الله الاخوان والاخوات، الماء هنايا الخير موجود. الشراء في البلاصه فين كنسكن حدا هاد البلاصه هادي، واحد العوينه هنا ديال الماء، والمجتمع الخدام هو اللي كيستافد من هاد العينه هادي، كيسقى بيه الزيتون كما كتشوفوا ما شاء الله. هاد البلاد هنا راه كلها زيتون ما شاء الله. الشجرات اللي هنايا كما كتشوفوا راه الزيتون ديالهم غليظ، مع جات العين تحت منهم شعلة خير، اللهم بارك وزيد في ذلك. ضرا ما كيتسقاش بورو، يعني راه الجذور ديالو غيكونوا ما شاء الله واصلين، غيكون الماء ديال هاد العين واصل ليهم. وبعد الاخوان راه سولوني على الثمن ديال الاراضي هنا، على الثمن هنا في هاد المنطقه داير 24000 يورو، 24 مليون مغربيه الهكتار ديال الزيتون. ما شاء الله الشراء مازال ما طاحش الشتاش، والزيتون كما كتشوفوا راه مليح تبارك الله. الزيتون راه داير مول الشي، راه قليل ما والش هاد العام، داكشي باش راه غليظ. دابا هدا راه غيحيدو ان شاء الله، دابا نهار شهر 10 في الاول ديال 10 غيحيدو، هدا تيديرو مهرس الزيتون الخضر هدا، دابا باش يديرو حساب المرقة على حساب
تحطو هكو في الطابلة في الريستورات. كما كتشوف هاد البذرة محزرة دابا، هادي غير صالحة للزراعة، شتي باش هما مستغلينها ودايرين فيها الزيت. ومي بارد هاد تيشد عليه البرودة، هاد الحجر تيشد ما شاء الله، تيشد البرودة على الزيتون باش الشمس ما تضربش ديريكت في التربة، تضرب في الحجر وداك الحجر تيهز. كتشوفو ما شاء الله شتي، راه مازال الشتا ما طيحاش وما كيطغرش، من البلاد باردة هنايا تبارك الله. راه كاينة الشجرة اللي تتعطي 200 300 كيلو، 250، و 250 كاين موجود الشجر اللي كيعطي 250 200 كيلو. كتشوفو ها هو الزيتون هنايا على الحجر، هاد البلاد راه هكا دايرة على الحجر، غير صالحة للزراعة، و راه دايرين فيها الزيتون، والزيتون مليح تبارك الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، منكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله، و نتشوفو نهار آخر إن شاء الله في فيديو آخر.